التقى السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مع سعادة السيدة ندى الناشف نائبة المفوضية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوفد المرافق وخلال اللقاء أكد رئيس البرلمان العربي رئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان أن الرؤية الملكية المستنيرة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عززت من مكانة مملكة البحرين على المستويات كافة مثمنا في الوقت ذاته الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة مملكة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مما جعل من تجربة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان تجربة يحتذى بها على كافة المستويات